محليات اتخذت إجراءات تجاه الأسواق المتنقلة، موضوع يعني باستمرار الناس كانت بتتكلم عنه، كيفية إيجاد معالجة جيدة لسكان الأحياء المختلفة بدون ما يكون فيه إضرار بالوضع العام بالوضع البيئي والوضع اللي احنا عرضناه في تقارير سابقة في برنامج كالآتي. معانا الأستاذ أحمد السماني المدير التنفيذي محلية الخرطوم كنموذج لإشكاليات كثيرة حقيقة. لما يكون معانا السيد المدير التنفيذي ما حنجيب فقط في الأسواق المتنقلة لكن في الوضع العام في محلية الخرطوم. نبدأ أولا بوضع الأسواق المتنقلة في عدد من مناطق المحلية. سيد أحمد مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخواننا قناة النيل الأزرق. مرحبا الله يخليك، شكرا لوجودك معانا. أولا ظاهرة الأسواق المتنقلة لها شهور طويلة رجعت للسطح مرة ثانية، في تعامل في وقت سابق تم من المحلية وأعادوا العمل في مناطقهم المختلفة، الآن الوضع كيف بعد الإجراءات الأخيرة قامت بها المحلية؟ أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا لكم أخواننا في قناة النيل الأزرق، ودائما دي من الرسائل الإيجابية لأخواننا في الأجهزة الإعلامية، تملك المواطن الحقائق وطرق المشاكل بتهم المواطن. وحقيقه نحن الاسواق في محليه الخرطوم او في المحليات او في ولايه الخرطوم ظهرت ظاهره اخيره، وهي ظاهره بالذات في محليه الخرطوم اخذت بعد كبير جدا جدا يعني، ونحن نقدر نقول عليها حصل فيها انفلات كبير يعني. نحن بالرغم انه عندنا هي اذا كان هذه الاسواق بتهدف الى انها هي تخفيف المعيشة عن المواطنين، نحن عندنا أسواق موجودة في مناطق محددة مهيئة مميزة، وعندنا 15 وحدة إدارية، وعندنا منافذ بيع موجودة فيها تبلغ قريب 56 منفذ بيع ل 15 وحدة إدارية ما عدا وحدة الخرطوم شمال. وأنا بقول إنه نحن حاولنا نتعامل مع هذه الأسواق كهي ظاهرة بتخفيف عن المعيشة. أنا داير سميحة كسا أقول لك نحن قبل شوية كنا مع دخل الوالي في اجتماع لآلية تخفيف أجباء المعيشة على المواطنين، وحتصدر قرارات بالشأن ده، لكن للأسف الشديد الأسواق المتنقلة من الظاهرة فيها جزء كبير من الفوضى يعني. لكن أنا أقول لك إحنا في لجنة أمن المحلية بدأنا دراسة هذه الظاهرة منذ أسابيع عديدة، ولاحظنا إنه هذه الأسواق المتنقلة تواجه إشكاليات عديدة. أنا بالذات في المسائل بتاع بيع المكاييل، بالذات المسائل في بعض البضاعة المفروشة على الأرض استغلالهم للطريق يعني مثلا أسواق الجوار سيتي بلازا، تلاحظ أنه المواطن أو التاجر ترك السوق والميدان والبحر حتى منتصف الطرق أو الشارع الرئيسي، بل احتل الشارع نهائيا، مما أدى إلى التسبب في اختناقات مرورية كبيرة جدا جدا. وظهرت لنا أسواق ثانية في مناطق نحن ما كنا بنفتكر هي مناطق بتاعت أسواق، مثلا الجزء الجنوبي من حديقه الغرشي برضه حدث اشكال كبير، خلق زحمه مروريه غير عاديه، وبالتالي خلق لنا مشكله في وسط الخرطوم. المشكله المروريه انتقلت حتى وسط الخرطوم من الناحيه الشماليه وحتى جنوب الخرطوم، وبالتالي برضه الاسواق المتنقله في سوق الخيمه في الشويت سوق الخيمه، وسوق الخيمه معتبر منطقه من منافذ البيع الموجوده عندنا لتخفيف اسعار المعيشه، لكن الباعة المتجولين للاسف الشديد استغلوا المدى الذي وبدوا برضه يفرشوا في 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 الطريق العام يعني في الشارع بتاعي بيتختم، انت تلاحظ يوم السوق الطريق انقفل نهائيا. نحن في لجنه الامن اضطرينا انه نقوم بدراسه هذا الامر، ووصلنا لقرارات محدده انه هذه الاسواق بصورتها الراهنه هي نوع من الفوضى العارمه، ونعتقد انه هي مساله لابد من علاجها، وبالتالي عملنا حملات لها. كان في إزارات للناس والمخربون بانه المسائل دي انه لكن الحملات سيد نعم. احمد لم يعني بتتعامل وقتيا، تنتهي الحمله بيرجعوا ثاني يعني، حتى الاحد الفات في بعض الاسواق مثلا في حديقه القرشي بعد الساعه واحدة اثنين بعد ما يعني الحمله تحركت رجعوا ثاني نعم. فرشوا بعض او اطراف الطريق، القصد انه كل المجهود اللي بتقوم به المحليه بدون متابعة ومراقبة ووجود ارتكازات ثابتة بيكون جهد مؤقت. أنا أقدر أقول لك إنه يعني سؤالك هو
هو سؤالك ممتاز بالمناسبه، ونحن دائما هذا السؤال دائما حاضر في ذهننا في مهنه الامن. لكن اقول لك لاحظ نحن بنعاني من مشاكل امنيه موجوده في المحليه، بنعاني من سكن عشوائي في كل وحدات المحليه بالمناسبه. كل الفتحات الفارغه بدات مجال للسكن العشوائي. المحليه لا تستطيع بالرغم من العدد الموجود عندها انها تقدر تحارب هذه الظواهر في ظل المشاكل الموجوده الامنيه. يعني المظاهرات الموجوده اليومين دي وانشغال الشرطه، انشغال الاجهزه الامنيه الاخرى بمتابعه هذه المظاهرات، والمحليه ذاتها بتتابع هذه المظاهرات. بالمناسبه نحن عندنا دور، يعني بعد المظاهره ما تنتهي بنتابع مظاهرات فك التتريس، ودي مسائل برضه خارجه علينا مشكله كبيره جدا. العدد الموجود في محليه الخرطوم من ناحيه ذات المخالفات والتيم من الاجهزه الامنيه لا يستطيع ان يعمل ارتكازات يوميه او شبه يوميه لكل مناطق المحليه. نحن بنشتغل بنظام الحملات دي عسى ولعل في النهايه نحن نقدر البلد تستقر ونكون الشرطه بتاعتنا الموجوده اساسا نحولها لانه نقدر نعمل بها الارتكازات المطلوبه. نعم. انت اذا رجعت بالورا لانه نحن قبل ما كان عندنا حملات عملناها في السوق العربي واتعملت في السوق المحلي وكانت ناجحه لانه فيها ارتكازات، لكن لانه اثر بدات اصبحت فيها شاشه شديده جدا نحن ما بنقدر نغطي كل هذه المشاكل. طيب. يعني هسه انا اضرب لك مثل، سوق الخيمه بيمتد الموقف ذاته حتى تقاطع جامعه افريقيا مع شارع مدني، ده اصبح برضه يعني وتر واصبح منطقه بتاع البيع وسوق عشوائي ومواقف، حتى المواقف العشوائيه للاسف الشديد ابتدت في ولايه الخرطوم. يعني هسه نحن في محليه الخرطوم عملنا دراسه للمواقف الموجوده لقينا انه هذه المواقف اغلبها ما مواقف غير مصدقه، كان من المفترض تكون هي مواقف دائريه، الحفله ما تنتظر فيها، الباص ما ينتظر فيها في شبه دائريه على اساس ما تعمل لنا زحمه ما تحمل زوم. الوضع كيف برضه في السوق المركزي في جاكسون؟ يعني شكل الفوضى العامة وتحول المواقف المواصلات إلى أسواق كبيرة جدا، مش فقط في الأيام الأحد أو الاثنين في الأسواق المتنقلة، حتى في المراكز الرئيسية، السوق المركزي زي ما ذكرت عبد الخليقية جاكسون، أي مركز انتقال من منطقة لمنطقة يتحول إلى سوق وفوضى عارمة. نحن عندنا لجنة، أنا رئيس هذه اللجنة، في أخواننا في البنية التحتية، فيها اخواننا في جهات حمايه الاراضي، فيها المحاربات المحليه، فيها الشرطه، فيها اخواننا في التخطيط العمراني المحليه، التخطيط العمراني فرع للشؤون الهندسيه محليه الخرطوم. لقينا انه اكبر ظاهره مشكلة علينا بيئه خصبه للاسواق هو 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 وجود المواقف. يعني وجد موقف وجد سوق عشوائي. وانا قلت لك ذكرت لك انه هذه المواقف غير مصدقه، هي المفروض تكون تشتغل دائريه. نحن هسه في اللجنه في تصور حيترفع بالنسبه للسوق المحلي، وبالنسبه لي انا لو حرطت قدامي كنت استطلعت لك كل المواقف الموجوده واكتشفنا انها هي مواقف ما غير مسبقه. شنو المعالجات اللي انتم حتعملوها؟ شنو شكل المعالجات دي؟ ايوه في 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 جوار المدينه الرياضيه نحن في مساحه دايرين نستهدفها مع اخواننا في التخطيط العمراني، وفي كان انه المواقف الموجوده هسه في شارع عبد الخاطر تقاطع افريقيا مع شارع مدني والسوق المحلي دي غير مواقف، دي تشتغل دائريه طوالي، اخواننا في المرور يكونوا موجودين فيها. في الغالب اذا اجينا هذه المساله وبقت دائريه بالتالي انه نحن نعتقد انه اخواننا في الرئيسيه بيكونوا غير موجودين. الامكانيات المحليه قادره انها تنفذ الاجراءات دي؟ ان شاء الله. لاحظ اي تحسن في المظهر العام في العاصمه؟ 30% لا، 70% نعم، ده استطلاعنا في صفحه البرنامج. لكن حقيقه في مجهود مبذول في الفتره الفاتت، واضح برضه في محليه ام درمان بشكل او باخر، عمليه تنظيف الشارع، عمليه ترميم وصيانه بعض الارصفه، في تحرك من المحليات في العاصمه حتى مواجهه مكافحه محاربة الأسواق المتنقلة. الإشكالات كثيرة إلى حد كبير، الفوضى في السنوات الفاتت وعدم تعامل الدولة معها بشكل سريع وحاسم وواضح، الوضع السياسي الأمني الاقتصادي بتمر به البلد ساعد بشكل كبير في الحالة اللي احنا وصلنا لها. ده ما بيمنع أنه إذا في بعض التحسن موجود أو بعض الجهود رغم الإمكانيات، لأنه أي زول تسأله طوالي بيوديك بيلفك مباشرة للمالية،
مالية الولائية، المالية الاتحادية، إشكالية في النهاية إشكالية أموال، إشكالية تمويل لعدد كبير من المشاريع وعدم قدرة الدولة. دي المشكلة، دي المشكلة الاقتصادية الرئيسية بتعاني منها البلد. لكن ده ما معناه إنه الناس تربع يدينا وتقول إحنا عندنا مشكلة ما قادرين نحلها. في الحد الأدنى في مساحات لحلول، حلول ترميم، حلول ترقيع بعض الشوارع. يعني ده ما بكون عذر مقبول إنه في إشكالية، قد ما تكون عندك القدرة إنك أنت تعمل تطور كبير في المشهد العام، وده ما مطلوب منك لأنه لا عندك القدرة. لكن على الأقل عملية المتابعة والصيانة ومتابعة الأعطال باستمرار وسرعة الاستجابة للمشكلات الموجودة والسعي على حلها، دي بتبقى مسائل مهمة جدا المفروض تكون في على قمة أولويات الحكومة الولائية والاتحادية طبعا دي لما تجي إن شاء الله. لكن في تحسن في الوضع العام في بعض المحليات، تحديدا في محلية أم درمان بيظهر لو تحركت من المجلس الوطني لغاية ما تدخل أم درمان بالتفرعات المختلفة في تحسن نسبي صحيح في الشوارع الرئيسية، لكن ده نفسه ما كان موجود في مرحلة من المراحل. نتمنى أنه ده يستمر، عملية التحسين ونظافة العاصمة مسألة مهمة جدا. نتمنى أنه الناس يلتفتوا للمنطقة بتاعت المنطقة الصناعية، دي مش فقط المنطقة الصناعية، احنا نتكلم في مساحة رئيسية رابط ما بين يعني غرب إلى شرق المحلية نفسها، شوارع أصبحت سيئة ونحن داخلين على الخريف كل سنة وانتم طيبين. إذا ما كان في أي تعامل سريع وبصراحة بالملاحقة والمتابعة في البرنامج ما شعرين بأنه قد يكون في يعني تحسن في موضوع الطرق تحديدا قبل الخريف، لأنه خلاص يعني وإحنا بنتكلم تقريبا الخريف حيكون معانا، لكن حتكون إشكالية كبيرة على كل المستويات. إذا الصور إحنا شايفينها الآن لماسورة ضربت في شارع ولا في شارعين شايفين الوضع شكله كيف، ففي الخريف حتكون مشاكل كبيرة وأعطال لا حدود لها عربات المواطنين وحتكون مشكلة كبيرة. نتمنى على الأقل أن يكون في معالجة سريعة. نطلع فاصل، بعد الفاصل ملف أزمة إضراب العاملين في السدود وإشكاليات في جنوب دارفور وقضايا متعلقة بالتعليم بعد الفاصل.